ما شاء الله تبارك الله، هذا مشروع قصر خاص في مدينة الرياض. هذه دورة المياه. طبعا استخدمنا هنا ورق الحائط اللي هو ضد المويه، هذا يكون مستورد ما يكون مو موجود في السوق. هنا الكرسي المعلق، وهذه لوحة فنية داخل دورة المياه، وهذا السقف. لوحة الشفط راحت أقصى اليمين على أساس أنه ما تأثر على الشكل اللي موجود في المنتصف، والمنتصف عملنا تجويف على أساس أنه تكون الإضاءة ما تكون نازلة على مستوى ارتفاع الباب. هذه النالات مرتفعة تقريبا 23 سنتي، وهذا المجلس الرئيسي. وهنا المجلس الرئيسي، هذا المجلس الرئيسي. طبعا عملنا تجويفات، هذه البنوهات مقسمة خصيصا للمساحة الموجودة. دخلنا الستائر للداخل في المنتصف السنتر، عملنا لوحة. طبعا هذه اللوحة رسم يدوي، لأنه مهما كانت الطباعة عالية ما توصل إلى درجة الوضوح اللي احنا نشوفها قدامنا، على أساس أنه اللوحة إطار اللوحة جاي كبير، وحتى ما يكون في تداخل ما بين اللوحة وما بين الكنب. ركزنا أنه الرسمة الرئيسية تكون في منطقة المنتصف، فإحنا هنا نشوف الخيل بشكل كامل، نشوف رجول الخيل ما تعارضت مع الكرسي، فهنا البيئة بشكل كامل اللي هي الطبيعة، فكذا ما صار في أي تعارض. السجاد قطعة واحدة، هذا السجاد يعتبر تفصيل، كذلك السجاد مستورد. هنا منطقة الفوكس اللي هي منطقة التركيز، يعني أول ما أدخل المجلس راح تكون هذه المنطقة اللي هي اللي تكون أمام النظر بشكل عام. طريقة توزيع الأثاث، فصلنا الكنبة تقريبا 4 أشخاص بحجم كبير. المنطقة اللي في النص كرسي، الكرسي الرئيسي اللي هو الكرسي بالمنتصف، وكرسي جانبي. لو نشوف احنا حتى تصميم الكرسي الرئيسي، عملنا تصميم مختلف وماركة مختلفة عن اللي موجود هنا، وصار في اليمين طاولة في اليسار طاولة، طبعا طاولات ماركة فيرزاتشي. والمنطقة اللي بالمنتصف ستيل، عملنا ستيل مع كريستال، والخلفية هي قماش مخملي بحيث انه الستيل يطلع بكامل جماله والكريستال يطلع بكامل جماله. فصارت الخلفية مطفية تماما، ولانه احنا بنضيف عناصر تكون لامعة مثل الستيل والكريستال. فنكمل التصوير، الزوايا طاولات، فوق الطاولات أباجورات. بعد ذلك نكمل التصوير. هنا عملنا نفس الهيد بورد اللي موجود هنا، ولكن هنا في آيات قرآنية مصنعة كذلك في الستيل، راح تتركب إن شاء الله، وراح يكون في وراها إضاءة مخفية، فراح تعطي تحت البانو بالضبط حتى ما يكون في تشتت بصري. بعد ذلك استمرينا في نفس القطعة بنفس الحجم والطاولة في الزاوية، وهذا الكرسي تبع اللي هو القهوجي مثلا أو الشخص اللي راح يقدم المشروبات. وقت ما فصلنا السجاد راعينا انه الالوان، انه تكون الالوان شوي منعشه على اساس انه تعطي روح للمكان، لانه هنا نشوف كلها الوان محايده. فالتحف دائما الجميله، التحف الرايقه هذه قديمه جدا طاوله، فتعتبر تحفه ثمينه اضفناها هنا. وهذه بوابه، سامحونا على الرافعة اللي موجودة هنا لأنه المكان لسه ما اكتمل، فخلينا المنطقة مفتوحة. الكرانيش نزلناها إلين تحت على أساس أن تكون إضاءتها، يعني المنظر هنا هو مبين كذا، بس في التصوير مبين أنه كان الإضاءة قوية، ولكن في الواقع الإضاءة جدا بسيطة، فمبينة جمال المنظر. هذه سفرة الطعام. سفرة الطعام من الأشياء اللي المفترض أنه يكون لها باب على أساس أنه المنطقة هذه ممكن انه تتجهز.
طبعا فصلنا البوابات ممتدة من الأرض إلين السقف، يعني الباب بقطعة كاملة، ما في شيء فوق الباب. الجدران لبسناهم بالكامل ورق حائط سادة حتى يطلع الفنش بالشكل اللي أنتم شايفينه وبالنظافة اللي نشوفها. هنا الباب اللي هو الباب المدفون، هذا الباب يدخل، هذا الباب شوفوا، هذا الباب يدخل جوة الجدار. فإحنا أسسنا الجدار، شوفوا عرض الجدار كيف صار، فهنا بلوك 20 وهنا فراغ 10 وهنا جبس بورد على أساس أنه يكون فيه فراغ ويدخل فيه الباب بنفس الطريقة، وهنا بتكون فوق فيه مجاري، وهنا نفس الحكاية بحيث أنه يكون الباب يفتح من جهتين. طبعا هذا تصوير سريع لدورة المياه، ما في ولا سبوت لايت في الأمر، هو اللي يتحكم في ارتفاع وقوة الإضاءة على أساس أنه تكون الإضاءة خافتة بهذا الشكل. دخلناها جوا، حطينا الخلفية مراية والإطارات ستيل، هذه كلها صنعت صناعة. وهنا حطينا فازة بحيث أنه يكون شكلها كذا مرتب، إضاءات مخفية، فأصبحت إضاءة دورة المياه الله يعزكم جدا جدا مرتبة ورايقة. حتى علب المناسك دخلناها جوا، حطينا الخلفية مراية، هو اللي يتحكم في حفرنا لها بنفس الجدار بحيث أنه ما يكون عنصر بارز على الجدار. بهذه الطريقة حفرنا لها، ويصير علبة المناديل بتكون داخل بعمق الجدار. فهذه التفاصيل الصغيرة هي اللي تصنع المكان من مكان عادي إلى مكان احترافي جدا. هنا ندخل في منطقة اللي هي سفرة الطعام. طبعا هذه السفرة 26 كرسي، طاولة واحدة، وهنا منطقة البوفيه. طبعا لبسنا الرحمن الرحيم إضاءة، إطار إضاءتها خافتة، فغرسنا بالداخل سبوت لايت اللي هو تكون إضاءته على أنه يكون فيه مثلا داخل حديد صاج عنصر الفخامة وتعطيني عنصر الكلاسيك. أضفنا بالخلف إضاءة بحيث أنه الإضاءة تكون من تحت إلين فوق. عندي أكثر من خيار للإضاءة بحيث أنه تكون الإضاءة بشكل مدروس وبشكل جميل جدا. ننتقل، طبعا المكان مش كامل إلى الآن، ما اكتمل في الإكسسوار. المدخل الرئيسي للفيلا أو للقصر، صنعنا هذه القطعة الفنية تحفة، لوحة، صارت الدرج أصبح لوحة. اهتمينا بكل التفاصيل، بأدق التفاصيل اهتمينا فيها حتى طلع المكان بهذه النتيجة. يعني حتى الجدار حفرنا فيه حتى نعمل، يعني حتى نعمل هذا الشكل، هذا مستوى وهذا مستوى منخفض، حتى نلبس هذا المستوى خشب وعروق الخشب، وطعمناهم في ستيل ودخلنا لهم إضاءة مخفية بحيث إنه هذه الإضاءات تغنيني عن وجود سبوت لايت في السقف. ما أبغى يكون فيه سبوت لايت، أبغى مكان مضيء ذاتيا بدون وجود أي سبوت لايت. هذه منطقة المغاسل، هذه منطقة المغاسل، طبعا فصلناهم كمان تفصيل على حسب المكان. فجد هنا منطقة المغاسل، استخدم الإضاءات المخفية، الرخام قطعة واحدة، يعني شوي يمين على أساس أنه نضيف هذه القطعة الجميلة والتحفة والفازة بحيث أنه تغني المكان وتخلي المكان، يعني ما تكون دورة مياه عادية، تكون دورة مياه جدا فاخرة. نفس الحكاية هنا، حفرنا بالجدار ودخلنا هذه العلبة بحيث أن تكون علبة المناديل مخفية، وهذه اللوحة الجميلة مخمل وعليها ستيل وتكون مغناطيس، يعني هذه مغناطيس، وهذه إحنا اللي صنعناها، ما هي موجودة في السوق. هذا باب دورة المياه الله يعزكم، طعمنا في مرايات وعملنا أنه المراية بحيث أنه ما تكون عنصر، يعني عنصر زايد. فالمراية زي ما احنا شايفين هنا المراية داخلة بنفس الباب، عملنا اللي تكون مقابل للباب لوحة مرسومة بشكل وبألوان متراجعة. أضفنا لهم عتب وعملنا لهم زي شفرات السمكة أو جلد السمكة بحيث أنه غرسنا الإضاءات المخفية وكوننا نلعب. هو جدار